دائما مع أحوال الطقس، وحسب نشرية خاصة أخرى لمصلحة الأرصاد الجوية حذرت فيها من تساقط أمطار معتبرة على المناطق الجنوبية للوطن خلال الساعات المقبلة. التفاصيل مع نبيل حسين رئيس فرقة التنبؤات لدى مصلحة الأرصاد الجوية. أصدرت مصالح الأرصاد الجوية نشرية جوية خاصة بالأمطار وتخص بعض الولايات الجنوبية، ومفادها أن نشاط رعدي مصحوب بأمطار ستكون محلية وغزيرة على ولاية طنراست، خاصة منطقة الهوغار وولايتي إليزي وشرق ورقلة. وهذه النشرية ستبدأ مفعولها من يوم الأربعاء على الساعة 3 مساء إلى غاية يوم الخميس على الساعة 9 صباحا، حيث تكون كميات الأمطار ستصل أو تفوق محليا 20 ملم.